بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الخبير التهامي فلاح ورئيس التعاوني الطومي للإنتاج الحيواني والنباتي والخدمات الفلاحية بإقليم أسفي. حنا جينا اليوم من خلال هذا الفيديو بس نتقاسموا معكم التجربة ديالنا والفائدة مع الزرع المباشر. هذه مبادرة OCP للمثمر في إطار البرنامج المثمر للزرع المباشر مكنتنا باش أننا نرفعوا من المردودية ما بين 20-30% من الإنتاج الإجمالي ديال الفلاحي ديال منطقة عبدة، كما مكنتنا من تخفيض ديال التكلفة ديال الإنتاج تكلفة الإنتاج، يعني بشحال كيتقام عليك الهكتار نتيجة الزرع العادي أو التقليدي. واللي زاد حمس الفلاحة ديال منطقة عبدة الانخراط في الفكرة رغم أنها داخلة على المنطقة هو المواكبة ديال المهندسي والطاقم التقني ديال برنامج المثمر اللي كانت مواكبة دائمة على مدار السنة. الحضور ديالهم شبه يومي مع الجانب الفلاح من خلال عمليات الحرث، المرور ديال عمليات التسليد، الانتهاء بالعملية ديال المداوية والجمع ديال الغذاء في الحصاد. وحنا كنا عزيمة وكنا إرادة باش ندخلوا في هذا البرنامج الوطني ديال الزرع المباشر، وتكون المساهمة ديالنا إن شاء الله مساهمة فعالة اللي تعود بنتيجة إيجابية على الفلاحي ديال منطقة عبدة كيف ما قلنا من خلال الرفع ديال المردودية ديال الإنتاج. وشكرا.